مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما اتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي خاتم، أبياتها قد أتت 60 مئة، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، طول بها عمرنا يا واسع الكرم، واحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم، طول بها عمره يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.